الفيديو ده لكل البنات المقبلة على الزواج والعرايس الجميلات اللي ايه فاضلنا كام شهر كده وهنتجوز، وحاطة في دماغك بقى ان الجواز ده حب ولاف لافا وخروج وتنامي لحد الظهر والاكل بقى ماما هتجيبهولك دليفري وحماتك مش عارفة هتعمل معاكي ايه. يعني انا جاية افاجئك، انا جاية اصدمك، انا جاية لك من المستقبل عشان تواجهي الحقيقة. الحب والزواج والارتباط بشريك الحياة وشريك العمر وحبيبي وحبيبي أيام الكلية وابن الجيران حبيبي وابن عمي وابن خالتي وحب العمر وكنا مخطوبين لبعض، كل الكلام ده إيه حلو جدا. الاستقرار والارتباط وإيجاد شريك الحياة اللي مناسب ليكي في جوانب كتير ليكي في الحياة دي حاجة جميلة حاجة جميلة وحلوة. لكن لو حد ضحك عليكي وقالك إن الجواز راحة واستقرار وحب وأحضان وبوس وكده، لا تبقى أنت إيه خدتي مقلب جامد قوي. لا، ولازم كده إيه نحط النقط على الحروف عشان الأول شرط آخره نور. ركزوا معايا يا بنات، عشان حياتك الزوجية تبدأ سليمة لازم تكوني مؤسسة لها. الحياة الزوجية دي زي أكنك بتبني بيت، بترمي أساس وبعد كده تطلعي بالدور الأول والتاني وتطلعي بالدور العاشر، بس أهم حاجة الأساس. أهم حاجة في فترة الخطوبة اختيار الخطيب الجيد. يعني إيه الجيد؟ يعني اللي هو شبهي، افكارنا قريبه من بعض، اهالينا شبه بعض، تعليمنا، يعني في جزء كده من التكافؤ لازم يكون ما بينك وما بين خطيبك. ما ينفعش يكون مثلا خطيبك من القريه او من الارياف وحضرتك طول عمرك عايشه في المدينه وما تعرفيش اي حاجه عن عيشه الارياف وعيشه كذا، وفجاه تفتكري نفسك ان انت لما هتروحي تسكني في بيت عيله او مع او اللي هي عيشه القريه اللي انت ما تعودتيش عليها ان انت هتسلكي او هتنفعي في الحكايه دي. الحب وحده لا يكفي، مش بالحب البيوت بتعمر، التكافؤ والناس اللي شبه بعضها بتعرف تعيش مع بعضها. فعشان اعرف اعيش حياة زوجية كويسة لازم اختياري من الاول يكون جيد، يكون مناسب، يكون بختار حد شبهي، تعليمه زيي، اهلنا قريبين من بعض، مستوانا الاجتماعي والمعيشي زي بعض، عشان نعرف بعد كده نعيش مع بعض ومفيش حد يبقى باصص لحد من فوق، مفيش حد يبقى بيتكلم مع حد بلغة هو مش فاهمها او مش مناسبة ليه. زي ما انتم متعودين معايا ان انا اختكم وبحاول ان انا الفت نظركم للحاجات اللي ممكن ما تلاقيش حد ينصحك بيها. يعني صاحبتك اللي يعني تفكيرها نفس تفكيرك او عايشه دلوقتي يعني ببراءه كده بتبقى ممكن مش عارفه تنصحك النصيحه اللي ممكن حد اكبر منك في السن عاش تجارب او سمع تجارب ناس تانية فبيعرف يديك النصيحه من تجارب الناس اللي حواليه. طبيعي ان اي عروسه في بنات بتبقى اصلا هي عايزه تخرج من بيت اهلها لان مثلا كان في حاجه مضايقاها في بيت اهلها، يعني مثلا الظروف الماديه في بيت اهلها ما كانتش كويسه، فهي بتحاول تختار زوج مستريح ماديا عشان هي واحده عايزه تعيش عيشه مستريحه ماديا. يعني على فكره حكايه تحديد الهدف دي حاجه مش عيب ولا حرام. انا واحده عايشه في اسره متواضعه، انا حابه ان انا اخد حد مستريح ماديا عشان انا واحده عايزه استريح، مش عايزه اشقى ولا اشتغل ولا اتعب ولا نكافح ولا ليها في الكلام ده. هي حره، هي من حقها انها تعيش مستريحة، فبتتنازل عن حاجات مقابل انها تاخد واحد مستريح ماديا. ممكن واحدة تاخد واحد اكبر منها في السن فيكون خلاص مكون نفسه وسافر بره ومعاه فلوس لان هي حاطة في دماغها هدف ان انا عايزة اعيش مع واحد مستريح ماديا. فتحقيق الهدف من فترة الخطوبة او انت بتقرري هترتبطي بمين ده حاجة مهمة جدا. حددي هدفك وشوفي، لا انا عايزة واحد بحبه بس هتعب معاه وهشتغل وهنبني بيتنا طوبة طوبة، خلاص براحتك. يبقى ايه اللي اوله شرط اخره نور. حددي هدفك وشوفي انت عايزه ايه عشان تعرفي هتكملي حياتك مع مين. المثل اللي انا قلته لكم في اول الفيديو ده مثل من حد من قرايبي، هي حبته في الجامعه وكده وهي بنت المدينه وهو ابن القريه، ولا هنعاملك زي بنتنا وكويس، ولا وراحت عاشت معاه في بيت عيله، لقيت نفسها عايزه حماتها بتقول لها اصحي من بدري وانزلي مش عارفه ساعدينا في الارض واعملي ايه، لقت نفسها اصلا هي هتعمل حاجات هي عمرها ما عملتها، بتشوف حاجات هي عمرها ما جربتها،
هتقولي هي هتتعلم وهتعيش، مش كل الناس بتتقبل يعني ايه انها تعيش عيشه. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني هي فضلت شهور مش عارفه تنام من الناموس، هي واحده بنت المدينه دي متعوده ما فيش ناموس ما فيش دبان، القريه بما اننا في ارياف وكده فالناموس ده عادي، يعني قصه الناموس دي يعني مش مضايقه الناس. ليه؟ لأن طبيعي غيطان وأرض وريف كده، ففي حاجات هم يقدروا يتحملوها الناس اللي عايشة في المدينة ما تقدرش تتحملها. وطبعا الجوازة دي ما نفعتش، فضلت تقاوم لأن هي اللي كانت مختاراه وهي اللي صممت عليه وهي اللي وقفت قصاد أهلها، ففضلت مستحملة سنة واتنين وفي الآخر ما قدرتش تكمل، وطبعا حصل انفصال. فحددي أهدافك عشان بعد كده يعني لا تلومن إلا نفسك، شوفي أنت هتقدري تتحملي إيه ومش هتقدري تتحملي إيه، وحاولي اسمعي نصيحة أهلك لأن هما بيبقوا شايفين اللي انت مش شايفاه، مراية الحب عامة. نصيحتي لكل عروسة، اتجوزتي يعني عيشي جو العروسة ممكن شهر واتنين، لكن ما تقدريش تزودي عن كده عشان العريس أكيد هيشتكي. احنا ممكن في أول شهر جواز ماما تجيب لي مرة أو مرتين أكل، أتعزم عند حماتي مرة، أكل مرتين ثلاثة بره، ممكن كده إيه أقف مرة ولا كم مرة في المطبخ، اعمل بيتزا بانيه ومكرونه بولونيز، الحاجات اللي هي الدلع بقى ايه الحلوه دي، لكن يعني ايه مش من الاول كده ادخل ايه بقلب جامد. لكن برضو لازم تحطي في اعتبارك حاجه، ان العريس ده متزوج عشان يعيش عيشه هو ما عاشهاش. يعني مثلا ايه، هو بيقوم يروح الشغل يرجع مامته مش عارفه محضره له اكل او مش محضره، مهتميه بيه، الحاجات دي كلها. هو بقى بيبقى العريس متخيل ان انا لما هتجوز لا ده انا ايه مراتي هتحضر لي الفطار وهتبوسني قبل ما اروح الشغل وهرجع الاقي مش عارفه عامله لي جو شاعري. فاحنا ممكن نتدلع كده شهر واتنين، لكن ما نزودش عن كده عشان ايه ما يبداش العريس يقول ايه ده، هو انا كنت متجوز عشان اصحى احضر نفسي الفطار او افطر مع زمايلي بره او ما لقيش حد مهتم بيا او كذا. هتلاقيه على طول بعد عنك، هتلاقيه فجأة بدأ يقول ايه ده، هو انا كنت متجوز عشان كذا وكذا وكذا. فأي بصوا اي زوج متزوج عشان يحس بتغيير في حياته، عشان تهتمي بتفاصيله، دي من الحاجات اللي هي بتقربكوا ايه من بعض. فاحنا نتدلع زي ما احنا عايزين، لكن لازم تبقي حاطه في بالك ان الزواج يعني تحمل مسؤوليه. اه صحيح انت هتبقي براحتك، انت هتطبخي النهارده مش هتطبخي، هتنامي براحتك شويه، هتعملي يعني اكيد هيبقى في حريه، انت هتبقي ماسكه زمام الامور، انت خلاص خرجتي من بيت اهلك هتبداي بقى يبقى كل ليكي بيتك مملكتك كيانك، انت اللي بتحددي فيه كل حاجه. ف عشان خدي يبقى بالك بالك ان الخلاف سنة الحياة، ربنا خلق الدنيا صبح وليل، نور وظلمة، ناس بشرتها بيضة ناس بشرتها سمراء، ده عادي جدا، طبيعي ان يبقى فيه خلافات. في ناس بصراحة بيحصل معاها خلافات ممكن بعد ايه اول شهرين، في ناس لا بتقول لك انا قعدت 6 شهور شهر عسل لمدة 6 شهور وبعد كده بدأت تحصل خلافات. ممكن الخلافات تجي لك من بره، تجي لك لا قدر الله من حماتك، من اخت زوجك، تجي لك من مثلا خلافات مادية، تجي لك من أهلك أنت نفسهم. فممكن الخلافات تبقى خلافات خارجية وبتصب عندك أنت وزوجك، ممكن خلافات ما بينكم أنتوا الاتنين. نحاول فترة الخطوبة ما تبقاش صغيرة، فترة الخطوبة تبقى طويلة، وطبيعي يعني في ظل هذه الظروف الاقتصادية ما فيش شاب بيقدر يتجوز إلا بعد 2 3 سنين من الخطوبة، ده حتى وهو مستعد وعنده شقته يعني وأهله شوية مساعدينه وهو إيه يعني مستريح لحد ما. ففترة الخطوبة دي انك تحاولي كده تعرفي كل تفاصيل خطيبك، تشوفي تعامله مع مامته مع اخته مع اهله، نخرج مع بعض في وجود الاهل، نعزم بعض ونشوف التصرفات والحاجات دي كلها، واهتمي بالتفاصيل، اهتمي بالحاجات اللي هتفرق معاكي، انت عايزه حد مهتم بيكي ومش اناني، عايزه حد راجل يتحمل المسؤولية، عايزه حد كريم، شوفي بقى الصفات اللي هتفرق معاكي قوي واختاريها في شريكتي ليكي. لو في فترة الخطوبة العريس كان مثلا بيحب الأكل، والموضوع ده بيفرق معاه جدا، لو انت ما تعلمتيش الأكل الزواجة
الجوازه دي مش هتكمل، او مش هتستمر، او هيبقى في مشاكل. ما تقوليش اصل انا هتعلم بعد الجواز، اصل هيروح ياكل عند مامته، اصل ماما هتبقى تعزمنا، اصل هنجيب اكل من بره. ما فيش ميزانيه بيت تتحمل ان انت كذا مره في الشهر تجيبي اكل من بره، الا لو يعني العريس ده مليونير يعني وحاجه كده. العريس بيتجوز عشان هو مش عايز ياكل من بره، هو كان بياكل من بره وهو مغترب وهو بيشتغل في الشغل وكده. هو اتجوز عشان الاكله الدافيه والاسره واللمه على ترابيزه الاكل دي بتفرق معاه جدا. ففي فتره الخطوبه لو هو العريس بيحب الموضوع ده، فلازم تتعلمي الاكل وتاخدي فرصتك قوي وتشوفي كل برامج الطبخ. لو العريس منظم ونمكي ونظيف، ومثلا وانتم معزومين عنده دخلتي اوضته كده لقيتي كل حاجه في مكانها ومحنتف يعني وحاجه كده، لو انت مش منظمه مش هتعرفوا خالص تكملي مع بعض. حتى لو جبتي ناس تساعدك في البيت وحاجات كده، فمش هتقدري تبقي على نفس مستوى النظام، خصوصا لو انت يعني عشوائيه او مش منظمه او كده. في ناس دونت ميكس، ما بيعرفوش يعيشوا مع بعض، فلازم نبقى شويه شبه بعض. لكن لو احنا متنافرين خالص وبعيد عن بعض، لا يمكن الحياه ما بيننا هتستمر، لان هو دايما هيعيب عليا وانا هيبقى تصرفاته مش عجباني، وكده الحياه مش هتستقر. مين ناسية تعمل لايك وشير لكل صحباتك؟ اعتقد ان الفيديو كان مفيد جدا، وشكرا ليكم.